السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة كورسات أونلاين، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه مرة بتشوف الفيديوهات عند القناة، أتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا برضو لسه مرة بتشوف الفيديوهات، فادخل على قائمة التشغيل هتلاقي كورس شرح الورد من البداية حتى الاحتراف في كل الفيديوهات اللي فاتت حضرتك، وهتلاقي أيضا في فيديوين، فيديو خاص إنك إزاي تحمل الأوفيس اللي هو الوورد 2019 للطلبة الجامعيين ومتفعل تماما بالبريد الجامعي طبقا لوزارة التعليم العالي. وبرضو تقدر تحمله لو انت من الافراد العاديين، يعني مش طالب، عن طريق موقع معتز. طبعا ده مش تسويق الموقع، بس هو موقع محترم وعليه كل البرامج اللي بتحتاجها يعني، ومعمولة بالكراك، تمام، ما بتتعبش يعني في التفعيل بتاعه، تمام. لو في اي حاجة تقدر تواصل معايا من حساباتي على السوشيال ميديا اللي تلاقي جنب صورة الغلاف. سريعا كده بقى يلا نشوف الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه، وهو مسح ومحو تنسيقات الكتابة. يعني انت لو عملت تنسيقات على الكتابة والتنسيقات دي ما عجبتكش، يعني مثلا عملت تنسيقات كتير والتنسيقات دي ما عجبتكش، فبضغطة زر واحدة تقدر تلغي كل التنسيقات وترجع للموضوع من الاول. سريعا كده بقى ندخل على الموضوع بتاعنا، تمام. وهو ليكن هنشتغل على الجزء ده بالتحديد اللي هو بتاع من اولا لحد سادسا. طبعا انت اي حاجه لازم تشتغل عليها فانت لازم تحددها، سواء حددت سطر، سواء حددت سطرين، سواء حددت ثلاث سطور، حسب اللي انت عايزه. فانا هحدد الجزء ده بالتحديد وهكبره، هجيبه في النص واكبره عشان تكونوا متابعين معايا. نجيب حتى المسطره كده شويه. ومبدئيا طبعا درس المسطره لسه ما اتشرحش، فانا كبرت الخط. اول حاجة عملتها ان انا كبرت الخط، خليته من 7 ولا 10 ل36، وعملت له مائل، وعملت له اللي هو الخطوط او عملت له نقاط، وخليت فيه فسفوري، وخليت الخط بالاحمر، تمام. اول حاجة نحدد، برضو نسينا نحدد في جزء ما جينا ما حددناش، وخلينا الخط بالاحمر. وعملنا ايه تاني؟ وممكن نقول مثلا غيرنا اللي هو صيغه الخط، عايزين نجيب وليكن خلينا الخط بالفونت ده، تمام، مش الفونت العادي اللي احنا معتدين عليه. وعملنا تنسيقات كتير يعني، تمام. وعملنا كل حاجه نتخيلها على الحاجه دي. فانا عايز ارجع امسح كل التنسيقات دي، اكيد يعني مش هتتعب نفسك وتعمل كل واحده وتروح بقى تضغط على ديت وديت وديت ودي. في اداه واحده اللي هي اداه واحده اسمها كلير اول فورماتنج، فانت لو ضغطت عليها، بس لازم اول حاجه تحدد الجزء اللي انت عايزه، تمام، وتيجي رايح على ديت كلير فورماتنج، هتلاقي حرف الاي وجنبه استيكا، حرف الاي وجنبه استيكا زي ما انتوا شايفين كده. حاول تكبر شاشة العرض اللي انت بتتفرج عليها، اللي انت بتتفرج منها، ما تتفرجش على الحاجة الصغيرة. حاول تكبر، تعمل ملء الشاشة، وبتضغط على كلير اور في فوق ايه كلير اول فورماتنج، وبيبدأ يرجع لك كل حاجة تاني لأصلها ما عدا بس الفوسفوري. فانت هتحدده ونبدأ نيجي على الفوسفوري ونقول له نان كولر، تمام. شوف بقى رجع لك على الوضع الطبيعي، تمام. طبعا سادسا وفاه صلاح الدين ايوب دي لان احنا ما كناش حددناها اصلا واحنا بنعمل التنسيقات، تمام. في نهايه الفيديو اتمنى اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.